بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. باسمي باسم شركة أوربكس، أرحب بكم مجددا في جلسة بداية الأسبوع، والتي اعتدنا من خلالها تسليط الضوء على حركة أزواج العملات والمعادن الثمينة ورصدهم بالفرص لهذا الأسبوع بمشيئة الله. وكالمعتاد نبدأ بمؤشر الدولار. مؤشر الدولار لاحظنا في الدولار الأسبوع الماضي أن المؤشر حركة المؤشر كانت في نطاق 80 نقطة ولم تتجاوزها، لذلك يكون المؤشر لا يزال يتحرك بين نطاقي المقاومة 96.50 والدعم 94.70. مثل ما ذكرنا الأسبوع الماضي، قلنا لو كسر 94.70 راح نشوف مزيد من السلبية لمؤشر الدولار، وراح نشوف 93.90، ولو تجاوزها راح نشوف 93.40. عندنا المقاومة 96.50، طبعا هذا السيناريو قائم بشرط عدم تجاوز مؤشر الدولار للنقطة أو المقاومة 97.50، هذا بالنسبة لمؤشر الدولار. عندنا أيضا اليورو مقابل الدولار، أيضا كان هناك حركة في اليورو مقابل الدولار، وتكلمنا أيضا الأسبوع الماضي وقلنا أن اليورو مقابل الدولار يستهدف مرة أخرى النقطة 1.15، وبالفعل تم تحقيقها. 1.15 تشكل مقاومة لليورو مقابل الدولار، وكان الهاي الأسبوع الماضي كان 1.15.14، وأيضا يشكل مقاومة لليورو مقابل الدولار. في حال تجاوزها راح نشوف هدفنا الأول مرة أخرى عند نقطة 1.15.70، لو تجاوزها راح نشوف بقية الأهداف، واللي راح يكون أولها بمشيئة الله 1.1670. طبعا نذكر لأهمية الدعم 1.1297 في مسار اليورو مقابل الدولار. هذا السيناريو طبعا اللي نشوفه الآن هو قائم بشرط عدم كسر 1.1297، واللي لو تم كسره راح نشوف 1.1216، ولو تجاوزها راح نشوف الهدف الأبعد عند النقطة 1.10. هذا بالنسبة لليورو مقابل الدولار. عندنا أيضا الجنيه استرليني مقابل الدولار، أيضا كانت حركة الجنيه استرليني مقابل الدولار في الأسبوع الماضي كانت ضعيفة حقيقة، وبذلك لا يزال المقاومة 1.3217 لا تزال قائمة، واللي لو تجاوزها راح نشوف بقية الأهداف، واللي راح يكون هدفنا الثالث عند النقطة 1.3383، لكن بشرط تجاوز 1.3217. هذا بالنسبة للجنيه الاسترليني مقابل الدولار. عندنا أيضا النفط أو اليو اس اويل، لاحظنا الإيجابية والإيجابية الواضحة في تداولات جلسات أو جلسات الأسبوع الماضي، واختراق المقاومة 54.50. تكلمنا وقلنا أن 54.50 مهمة جدا في مسار اليو اس اويل، راح تكون عندنا المقاومة القادمة واللي تقريبا لامسها في تداولات اليوم، واللي هي 55.70، لو تجاوزها راح نشوف هدفنا على الويكلي القادم واللي هو 57.40. هذا بالنسبة لليو اس اويل. عندنا الذهب، الذهب مثل ما احنا شايفين تكلمنا الأسبوع الماضي وقلنا في حال تجاوز 1300 راح نشوف 1321، وبالفعل تم تحقيق 1321. 1321 تشكل أو مستويات 1321 تشكل مقاومة في مسار الذهب، لذلك نلاحظ التراجع الواضح في تداولات اليوم. أيضا هناك نموذج من نماذج الهارمونيك ونموذج سلبي، ولذلك نتوقع هبوط الذهب وإلى 1300 مرة ثانية، ولو تجاوزها راح نشوف 1287. عندنا دعم مهم جدا للذهب عند النقطة 1276، ولو تجاوزها راح نشوف بقية الأهداف بمشيئة الله، بشرط عدم اختراق المقاومة 1342. هذا السيناريو قائم مثل ما قلنا بشرط عدم اختراق المقاومة 1342. هذا بالنسبة للذهب. عند الاسترالي مقابل الدولار،
كان هناك صعود للاسترالي مقابل الدولار، وكان الهاي الاسبوع الماضي 0.7297. في حال تجاوزها راح نشوف الهدف الاول السابق عند النقطه 0.7390، واللي ايضا يشكل مقاومه في مسار الاسترالي مقابل الدولار. ولو تجاوزها راح نشوف هدفنا القادم عند النقطه 0.7618. عندنا ايضا اليورو مقابل الاسترالي، اليورو مقابل الاسترالي ايضا هذه كانت احدى توصيات البيع وحقق الهدف الثاني. الهدف الثاني نقطة 1.5729، واللي تشكل دعم لليورو مقابل الاسترالي، واللي لو تم كسرها راح نشوف الهدف الثالث عند النقطة 1.5560 بمشيئة الله. عندنا ايضا الكندي مقابل الين، الكندي مقابل الين ايضا هذه كانت احدى توصيات الشراء. طبعا تم تحقيق الهدف الأول، ولاحظنا الإيجابية الواضحة في غالبية جلسات الأسبوع الماضي، ونكون بذلك حققنا من بداية التوصية لغاية الآن حوالي 300 نقطة. الكندي مقابلين يستهدف الهدف الثاني عند نقطة 84.38، ولو تجاوزها راح نشوف هدفنا القادم مشيئة الله عند نقطة 56.50. هذا بالنسبة للكنديين. عند الجنيه الاسترليني مقابل الين أيضا الأسبوع الماضي تكلمنا بأن النقطة 144.90 تشكل مقاومة للجنيه الاسترليني مقابل الين، ولو تجاوزها راح نشوف مزيد من الإيجابية وإلى 147.90. لا تزال 144.90 مقاومة في مسار الجنيه الاسترليني مقابل الين، ومثل ما قلنا في حال تجاوزها راح نشوف 147.90. هذا بالنسبة للجنيه الاسترليني مقابل الين. عندنا الدولار مقابل الكندي أو الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، كان هناك سلبية واضحة في تداولات الأسبوع الماضي، وكان هناك هبوط واضح، وتم تحقيق هدفنا الأول عند النقطة 1.3135. احنا دائما نقول أن أهدافنا في صفقات البيع عبارة عن دعوم، وفي صفقات الشراء عبارة عن مقاومات. الدولار مقابل الكندي في حال طبعا كسر النقطة 1.3135، وهو بالفعل حقيقة كسرها في تداولات الأسبوع الماضي، معنى ذلك راح تكون أو راح تتوجه الأنظار إلى الدعم القادم أو الهدف القادم عند النقطة 1.2799 بمشيئة الله. عندنا الفرنك السويسري مقابلين، وأيضا هذه كانت أحد التوصيات. لا يزال الدعم أو اللو الأسبوع الماضي كان 109.17، واللي شكل دعم للزوج. الزوج نشوف أنه يستهدف مرة أخرى هدفنا الأول 111.12، واللي شكل مقاومة للزوج. في حال تجاوزها راح نشوف مشيئة الله 112.68. عندنا الاسترليني مقابل نيوزيلندي، وهذه كانت احدى توصيات الشراء. مثل ما احنا شايفين تحليل كلاسيكي خط اتجاه هابط، وفي نهايه خط الاتجاه الهابط هناك نموذج من النماذج السعريه، نموذج ايجابي راس وكتفين. تم تحقيق الهدف الاول وتجاوز الهدف الاول وعند النقطه 1.9421. لاحظنا الهبوط الاسبوع الماضي، وتم اعاده اختبار خط العنق. مثل ما احنا شايفين ايضا هناك نموذج من نماذج الهارمونيك ونموذج ايجابي حقيقه، ويدعم التوقعات بمزيد او صعود الجنيه الاسترليني مقابل النيوزيلندي من هذه المناطق، خصوصا بعد ملامسة أو بعد إعادة اختبار خط العنق على فريم اليومي. لذلك نتوقع مزيد من الإيجابية في الأيام القادمة للجنيه الاسترليني مقابل النيوزيلندي، وإلى هدفنا الأول مرة أخرى عند النقطة 1.2297، ولو تجاوزها راح نشوف مشيئة الله المقاومة 1.9421، ولو تجاوزها راح نشوف هدفنا الثاني عند النقطة 1.9570، لكن بشرط عدم كسر 1.8054. هذا بالنسبة للجنيه الاسترليني مقابل نيوزيلندي. عندنا أيضا نيوزيلندي مقابل الدولار، كان هناك صعود في تداولات الأسبوع الماضي لزوج نيوزيلندي مقابل الدولار،
وكان الهاي الاسبوع الماضي 0.6940، ولشكل مقاومه حاليا لنيوزيلندا مقابل الدولار، وفي حال تجاوزها راح نشوف هبوط للزوج راح نشوف صعود للزوج ولا النقطه 0.6970، ولو تجاوزها راح نشوف هدفنا الثاني عند النقطه 0.7022. هذا بالنسبة لنيوزيلندي مقابل الدولار. عند الاسترالي مقابل نيوزيلندي، الاسترالي مقابل نيوزيلندي هناك دعم عند النقطة 1.04450، وهدفنا القادم واللي هو نفس الهدف الأول عند نقطة 1.0673 يشكل مقاومة للزوج. عندنا الهاي للأسبوع الماضي كان 1.5534، لو تجاوزها راح نشوف مرة أخرى هدفنا القادم واللي هو كان هدفنا الأول واللي تم تحقيقه في الأسابيع الماضية عند نقطة 1.0673، ولو تجاوزها راح نشوف مزيد من الإيجابية وإلى النقطة 1.0826. عندنا اليورو مقابل نيوزيلندي، اليورو مقابل نيوزيلندي ايضا هذه كانت احدى توصيات البيع وتم تحقيق هدفين وتجاوز الهدف الثاني، وفي الاسبوع الماضي تم تحقيق حوالي 330 نقطة. نشوف هناك صعود لإعادة اختبار الدعم السابق. عندنا اللو الأسبوع الماضي واللي شكل حاليا دعم للزوج عند النقطة 1.6528، لو تم كسرها راح نشوف مزيد من الهبوط وإلى الأهداف أو بقية الأهداف الموضحة على يمين الشارت. عندنا أيضا نيوزيلندي مقابل فرنك سويسري، وهذه كانت أحد توصيات الشراء وحقق 3 أهداف، والهاي الأسبوع الماضي كان 0.6888 واللي شكل مقاومة للزوج، في حال تجاوزها راح نشوف هدفنا الأخير القادم عند النقطة 0.6930. هذا بالنسبة لنيوزيلندي مقابل فرانك. عندنا الجنيه الاسترليني مقابل الكندي، وهذا أيضا كانت إحدى توصيات البيع، وكان الدخول عند النقطة 1.7374، تم تحقيق الهدف الأول وتم تحقيق الهدف الثاني وتجاوز الهدف الثاني، ولغاية الأسبوع الماضي تم تحقيق 300 نقطة. النقطة 1.7087، في حال تجاوزه راح نشوف مزيد من الهبوط ومزيد من السلبية للزوج وإلى هدفنا الثالث والأخير بمشيئة الله عند النقطة 1.6916. عندنا أيضا الداو جونز في تداولات الأسبوع الماضي كان هناك إيجابية واضحة، كان مشترط الدخول عند 24.430 وحقق حوالي تقريبا 190 نقطة وبدأ بالتراجع. حقيقة ما أشوف أن هناك فرص للبيع إلا بكسر 24.240. مناطق البيع للداو جونز تبدأ من النقطة 24.240. هذا بالنسبة للداو جونز. عندنا أيضا نيوزيلندي كندي هناك دعم مهم في حركة الزوج عند النقطة 0.8917، في حال كسرها راح نشوف هبوط للزوج وإلى النقطة 0.8773، ولو تجاوزها راح نشوف الهدف الأبعد عند النقطة 0.8333. مع زوج نيوزيلندي كندي كان هذا آخر الأزواج في جولتنا لهذا الأسبوع، مع تمنيات وتمنيات الزملاء من فريق شركة أوربكس بأسبوع موفق ومليء بالأرباح للجميع بمشيئة الله.